كما غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي البلاد وكان في مقدمة مودع سموه رئيس بعثة الشرف معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وسعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين هذا وقد التقى جلالة الملك المفدى حفظه الله او تلقي جلاله الملك المفدي حفظه الله برقيه شكر من اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم وقال فيها انه لمن دواعي سروري ان اشارك علي راس وفد دوله الامارات في القمه التي استضافتها مملكه الخير وذلك على مدى يومين ونحن إذ نقدر عاليا كرم الضيافه العربيه ودفء الاستقبال الذي احطنا به والوفد المرافق وبقيه الوفود المشاركه من قبل جلالتكم والحكومه والشعب البحريني الشقيق لنرجو الله تعالى ان يديم على بلدكم وشعبكم العزيز نعمه الامن والاستقرار والازدهار في ظل قيادتكم الرشيده نشكركم اخانا العزيز على كرمكم وسعه صدركم وحكمتكم في تسيير اعمال القمه التي ستثمر ان شاء الله ثمارا طيبه تعود بالخير والفائده على شعوب دول المجلس